وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار سعادة السيد جمال فخرو النائب الأول رئيس مجلس الشورى. بداية نرحب بك سيد جمال، ونتحدث بداية عن يعني دعم جلالة الملك المعظم لأعمال السلطة التشريعية، ونجد دائما بأن دعم جلالته قد يعني وضع خارطة طريق لأعمال هذه السلطة التي من خلالها استطاعت أن تنفذ الكثير من المشاريع والقوانين. طبعا يعني السلطة التشريعية في البحرين هي نتاج لقرار سياسي أتى به جلالة الملك منذ أن تولى قيادة الدولة، وشكل ميثاق العمل الوطني في عام 2000، وشكل لجنة كتابة الميثاق، وانبثقت السلطة التشريعية من ذلك الميثاق الذي حظى بموافقة شعبية منقطعة النظير. نعم. بأنه حصل على موافقة بنسبة 98% و4 من 10. جلالة الملك يعتبر أن السلطة التشريعية هي السلطة التي ستعمل على خلق هذا التوازن مع السلطة التنفيذية لتحقيق أهداف المواطن. نعم. وبالتالي باستمرار تحظى هذه السلطة برعاية خاصة من جلالته، ولله الحمد أن احنا منذ أن بدأنا أول انتخابات برلمانية إلى الآن، انتخابات في الدولة في الفصل الثالث، لم تشوب انتخاباتنا أي شكوك في أنها كانت انتخابات نزيهة وتمت بشكل ديمقراطي، وحتى بإشراف من بعض المنظمات سواء مجتمع مدني أو بعض السفارات العاملة في البحرين. نعم. والكل خرج بأن هذه السلطة التشريعية فعلا ممثلة لعموم الشعب البحريني. وبالتالي عندما تحظى هذا السلطة برعاية الملك فهي أولا كانت وليدة الميثاق، وثانيا لأنها معبرة فعلا عن أهواء وعن طلعات الشعب البحريني. نعم. أستاذ جمال، لا شك كلمة جلالة الملك خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل السادس لمجلس الشورى والنواب تضمنت العديد من المضامين الهامة التي يستهدى بها، يعني ما هي قراءتك لأهم ما جاء في خطاب جلالة الملك؟ يعني شوف، أنا أعتقد أن في مجموعة كبيرة من النقاط التي تركز عليها جلالة الملك. يعني أولا أكد على أن مصالح البحرين العليا هي نتاج لقرار وطني، لقرار الشعب البحريني وقرار السلطة البحرينية، ولم يتدخل أحد ولم يفرض أحد على أن هذه الإصلاحات التي تمت في البحرين إرادة شعبية، كانت إرادة شعبية. نعم. ومستمر الإرادة الشعبية، لم ننتظر أن يأتينا قرار أو توصية من أحد من المجتمع الدولية. نعم. أن تفرض علينا التحولات السياسية. نعم. وهذا بالحقيقة شيء يحسب للبحرين ويحسب جلالة الملك. كثير من الدول في المنطقة فرض عليها الإصلاحات السياسية، نحن تقدمنا بالإصلاحات وعملناها في وقتها وعلى طريقة خاصة. نعم. أعتقد أن احنا مهم جدا الاستمرار في استقلالية القرار السياسي والاقتصادي في البحرين. أيضا هذا موضوع مهم، وجلالة الملك أكد عليه أن يجب أن نستمر في المحافظة على استقلالية هذا القرار. أعتقد أيضا الجانب الآخر أن احنا تكلم جلالته عن استقلالية المؤسسة الدستورية، وأكد على موضوع السلطة القضائية، وأكد على أهمية استمرار الإصلاح في السلطة القضائية، وأكد على أهمية الإصلاح لصالح إحقاق الحقوق، وأعطى السلطة القضائية جهتين تواصل إصلاحاتها على الصعيدين القضائي والحقوق. وبالتالي هذا دعم أيضا للسلطة القضائية وتوجيه للسلطة القضائية بأن تعمل على التطوير المستمر، لأن حقوق الناس مهمة وقضايا الناس أيضا مهمة، وأن تعمل بشكل مستقل. أكد أيضا جلالته على أن احنا يعني رجالات البحرين أسسوا هذا البلد ويجب أن نحتفي فيهم، يجب أن لا ننسى من قام بتأسيس مملكة البحرين منذ العهود السابقة. نعم. فيجب هؤلاء الأشخاص أن نؤكد، وهذا في الحقيقة شيء طبيعي في الشعب البحرين، لا ننسى من قدم لنا خدمات، وأتى جلالته اليوم يؤكد على أن احنا يجب أن نستمر في تقديم هذا الاحترام وهذه الذكرى للمواطن البحريني. بعدين
رجع إلى السلطة التشريعية وذكر فيها بأن هي نموذج يجب أن يحتذى به ويجب أن نحافظ عليه. كما قلنا قبل شوي أن السلطة التشريعية أتت من داخل الشارع البحريني من توافق شعب البحرين عليه. نعم. وبالتالي هي نموذج يجب أن نفتخر فيه وأن نحافظ عليه. وأنا أعتقد أن إحنا يعني المجلس الوطني أداء كان متميز خلال السنوات الماضية، ويجب أن احنا نستمر في هذا الأداء، وأكد عليه أيضا جلالة الملك على ضرورة أن يستمر المجلس الوطني بغرفته في التعاون بشكل أساسي والتعاون مع الحكومة. نعم. وأثنى في الحقيقة على تعاون السلطتين، وأنا يعني بحكم يعني وجودي في هذا المجلس وأكد بأن في الحقيقة هناك تعاون كبير بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ولولا هذا التعاون لم استطعنا أن نحقق ما حققنا على مدى 21 سنة الماضية من عمر السلطة التشريعية. نعم. طبعا جلالته أيضا يعني شكر السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأكد على ضرورة أن تحافظ أن إحنا نجحنا لأن في نهج تشاركي في اتخاذ القرار. هو جوهر العمل. نعم. هو جوهر العمل. وهو جوهر العمل أن إحنا أن هناك تشارك في اتخاذ القرار، ولا يأتي القرار من سلطة واحدة أو من جهة واحدة. وهذا بالحقيقة يثبت أيضا أن إحنا في البحرين نعمل كفريق واحد، نعمل لمصلحة واحدة، وأتى جلالة الملك أكد على هذا الجانب. في الحقيقة يعني جانب آخر اللي أكد عليه هو موضوع الهوية التاريخية والثقافية للبحرين، والمحافظة على البيوت التي لها أثر أساسي في تطور البحرين، وذكر بالحرف الواحد بيت الشيخ عيسى الكبير، وأكد بأنه سوف يكون أحد مقرات الحكم. يعني نحن لن نحافظ عليه كمبنى تراثي، إنما سنعيد بنائه ونعتبره أحد مقرات الحكومة، بالتالي قد سيستخدم هذا البيت لمواصلة العمل السياسي في إدارة الدولة كما كان عليه عندما أسس في ذلك الوقت. إضافة إلى الأحياء. نعم. والأحياء القديمة وإلى آخره. يعني في الحقيقة هذه مضامين أساسية. طبعاً هناك أكد على موضوع التحالفات والتعاون بين دول مجلس التعاون، وقال بأننا نحن نتحالف مع الدول لأن هي قوتنا. بالطبع. ودعا في الحقيقة دول مجلس التعاون إلى استمرار التحالف، ودعا أيضا إلى الرابطة القوية في الوطن العربي، وأكد أن إحنا جزء من هذا الوطن العربي، ويجب أن نستمر في دعم مجلس التعاون ودعم يعني التجمع العربي، ونستمد قوتنا منها. طبعا أكد على موضوع مهم، موضوع القضية الفلسطينية، وأنا أعتقد رسالة جلالته اليوم رسالة واضحة بأنه يسعى كما قال دائما أن البحرين تسعى إلى أن تحل القضية الفلسطينية حل سلمي. نعم. ضمن إطار المبادرة العربية، وأن تكون هناك حل دولتين، وأن تكون للشعب الفلسطيني دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأنا أعتقد أن هذه الرسالة في هذا اليوم بالذات في هذه الأيام تأكيد من موقف البحرين الداعم للشعب الفلسطيني في تحقيق أهدافه وتحقيق أمنيته في بناء دولته واستقرار شعبه. نعم. وتنميته. والموقف الثابت طبعا. والموقف. نعم. الثابت البحرين الفلسطينية. والجانب الأخير في الحقيقة النقطة العاشرة اللي أعتقد أيضا مهمة جدا تعبر فيه جلالته عما يجول في خاطرنا تجاه القوات المسلحة في البحرين والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، ونقل تعازي لأهاليهم، نقل تعازي أهل البحرين لأهاليهم. نعم. وتبنى كما نتبنى نحو الشفاء العاجل للجرحى. أنا أعتقد هذه النقاط العشر هي مجمل خطاب جلالته، وهي في الحقيقة الآن سوف تكون برنامج العمل وخارطة الطريق للعمل للسلطة التشريعية. نعم. خلال السنة القادمة سوف يعني نهتدي فيها في 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 تنفيذ أعمالنا، وأيضا ما سوف يأتينا من مشروعات قوانية وإلى آخره، لكن هذه النقاط العشر سوف تكون هي النقاط الرئيسية التي سوف نهتدي فيها كسلطة تشريعية خلال السنة القادمة كنوع من برنامج العمل. نعم. إذن سعادة السيد جمال فخر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ.